أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جعلت مملكة البحرين أنموذجا يحتذى به في ترسيخ قيم التعددية والتآخي وعززت من مكانتها كموئل للسلام وأيقونة للتعايش، مشيرا سموه إلى مواصلة مملكة البحرين في نهجها المستمد من الرؤى الملكية السامية في ضمانة الحريات الدينية في البحرين وتقوية التواصل الإيجابي بين مختلف الثقافات. وقال سموه إن مناسبة ديوالي ورأس السنة الهندية التي نحتفل بها في مملكة البحرين بجانب العديد من المناسبات الأخرى تعكس التنوع كأحد سمات مجتمعنا البارزة التي نحرص دوما للحفاظ عليها. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم لأسر ميلجيمان وكيولرام والثاكر وكافالاني بمناسبة ديوالي ورأس السنة الهندية، حيث أشاد سموه بما يجمع هذه الأسر من علاقات وطيدة بالمجتمع وتواصل مستمر وإسهامات في خدمة مملكة البحرين. وأشار سموه إلى ما تميز به أهل البحرين على مر الأجيال من قيم إنسانية نبيلة قائمة على التسامح واحترام الأديان والانفتاح، ما كان له الدور في أن تكون المملكة أرضا تتسع للجميع وتحتضن مختلف الحضارات والثقافات. كما قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بزيارة إلى عدد من الأسر لمشاركة احتفالاتها بمناسبة ديوالي ورأس السنة الهندية، حيث نقل سموه تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأسر باتيا وفيديا وناير وأسر بوتا بهذه المناسبة، معربا سموه عن خالص تهانيه لهذه الأسر مشيدا بعطاءاتها وإسهاماتها في خدمة المجتمع وحرصها الدائم على تعزيز التواصل والترابط مع المواطنين والمقيمين.
من جانبها أعربت الأسر عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على الحرص والاهتمام والمشاركة بهذه المناسبة، متمنين لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والنماء. رافق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين.